هذا كنت تري ما كنت سحر ما كنت شيء يعني وش هني ماسكين جسمي كذي أنا خليت العالم كله جد لبنت طيب. إن شاء الله علاجي إن شاء الله بإذن الله أبشري لكن يكون عندك استعداد أنك تسمعين النهاية وأتمنى أنك تسمعين وتفهميني زين خلاص اجلس تفضل اجلس أحكي لك سأعيد نفس الكلام لكن حاول أن تفهميني الآن لما البارحة تفهميني صح البارحة قبل بداية الجلسة سألتك أسئلة مباشرة أنت ما هي الأعراض التي تظهر عليك قلتي أشعر بضيق برعشة بكذا أحلام كذا كذا صح دوناها في ورقة سألتك ما أعطيتي إشارة على السحر قبل الجلسة صح شوف ما قاطعك بس انا جاني الناس ما ادري كلامه صحيح ولا لا يوم انت عندك سحر بدفون بيت امك كيف عرفوا بيت الوالده كيف عرفوا هذا السوري قال لي بس انا لا لا شوف اقول لك شيء ما تصدقي الانسان يتكلم دون رقيه او على الاقل حتى الجن يتكلموا واحيانا ما يصدقوا لكن انسان ياتي ثم يقول لك عندك هذا ساحر وقد فقط يكذب عليك ما يكون حتى ساحر فقط يكون كذاب ونصاب وهذه فهمت الشيخ انا ترى من فادي كلهم تعبانين الوالد انا شوف انا ناقش معك الامور الان واحده يعني نعم كل نفس الحال تعبانين ما في مشكل انا اتكلم معك بكل شيء خذيني شوي فلما سبحان الله عملنا الرقيه الاولى تبين ان الحسد بقي معي وأنت دون شعور كان يتحرك الأصبع صح؟ لدرجة أنني كنت لما أقول مثلا الحسد يعمل هكذا وكانت معك أختك أظن كانت ترى ولما كنت أقول مثلا حسد يقول عين نعم حسد نعم سحر يقول لا أنا ما أحاول أني أركز على هذه الإشارة لكن كاستئناس فقط فهميني فإني أتواصل في الرقية وغير منح الرقية فلما أتي للسحر قل لا حسد نعم نعم المهم أخذناها أنا بغض النظر على الإشارة هذه لتأكد أشياء أو تنفيها لكن أثناء الرقية ما كان تأثير عندك في السحر وما كان عندك تأثير في شيء إلا في الحسد وكنت تشعري بألم بعد ما انتهينا من الرقية وأكدت لك وتكلمت معك على أن وجود مثلا عار عندك أو جن يتكلم ويشير بالحركة هذه قلتي أنا ذهبت عند 40 راقي تقريبا فقط مرة واحدة قامت هذه الحركة والمرة الثانية هنا بس ما قاطعك شيخ ما تبي وقت الرقية نعم يعني تبي وقت الرقية تبي وقت يعني أنا يومين يعني خلاص تكلم لا 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 أنا أتيك لو تعلم بظروفي هناك يعلمها غير الله سبحانه والله أنا أتيك اسمحيني حتى كلام أتمم إن شاء الله اسمعيني فلما قمنا بالبارحة برقية الحسد تبين الأمر بعد ما انتهيت من الرقية أنت ماذا قلت لي اليوم البارحة قلت في سحر قلت كيف عرفتي السحر قلت أنا أشعر بكذا ربما عندي سحر وكذا وكذا خلاص قلت لك إن شاء الله اليوم يكون تأكيد على السحر عملنا ساعة في السحر ما تبين عندك سحر بعد ما انتهيت من رقية السحر قلت على أنني عندي أحلام تدل على وجود شيطان قلت لك لماذا لم تقوليها قبل الجلسة فأؤكد عليها مع السحر أو أؤكد على الشيطان دون السحر حتى يظهر ما دام تعرفي السبب تنسيتي أو اللي عندك مثلا أو ربما كثرت النسيان قلنا قدر الله ما شاء فعل هذا اليوم كان هذا الشيء فماذا كان الكلام بعد الرقية كان الاتفاق على أساس اتفقنا على أن تكون حصة خاصة بالشيطان بمعنى حتى نغلق هذا الأمر تأكدنا من العين ومن الحسد ومن السحر يبقى أمر الشيطان فتكون رقية مطولة خاصة بالجن خاصة بالشيطان لأن الشيطان ربما يحتاج وقت ويحتاج قوة فهمت قصدي إذا لازلت معك أنا في العلاج في أمر الشيطان هذا هو الذي لازال وأقول لك إذا ظهرت أعراض الشيطان تحتاج إلى وقت اسألي عنها أي واحد على الأقل تأخذ أسبوع أتكلم معك بإنصاف إذا ظهرت أعراض الشيطان لما؟ لأن الشيطان لما يظهر ربما نتفاجأ بأشياء غريبة ربما يقول لك مثلا أنا أمرض عائلتك أنا سوف في قتل الزوج أنا في الأمراض أنا كذا مفهوم قد يكون ماسوني قد يكون يهودي مفهوم قد يكون مع أكثر من واحد فتبدأ كأنك يعني عثرت على شيء وأنت ما تعرف ما بداخله فقد تتفاجأ بأشياء بحق جديدة أنا الآن أتكلم معك فهمت ولا لا إذن الأمر كان واضح أنا تكلمت أكدت على العين والحسد ثم أكدت على السحر اليوم
والحمد لله ظهر الحسد وظهر الذي يتحرك بالحسد، السحر ما ظهر فيه شيء. قلت الشيطان غدا إن شاء الله أو شو على حسب البرنامج اللي عندك يكون إن شاء الله تعالى أمر الشيطان. إذا واضح أي سؤال الآن نجيبك. الله يعافيك، أنا أشوفك ما شاء الله، أنا أشوف المغاطي عليك والله ما كنت أعرفك، بس ترى سألتني واحد رغم كمل أردن كان لازم نروح للشيخ هذا، أنا أشوف المغاطي ما شاء الله أدش عليها تخاطبهم كذا، تخاطبهم يخرجون. أقول لك شيء ويجيبون السحر. طيب أنا أقول لك شيء، أنا حتى أنا فهمك فهم جيد. إذا ما كان فيك شيطان كيف هل أدخله ثم يتكلم؟ أنا شوف أنت أختي صح، أنت أتيتي بباب الأمانة وأقسم بالله لا أبخل عليك بشيء. أنا شو الجهد اللي أعطيك في الوقت، أنا أتكلم معك قبل الرقية وبعد الرقية دائما، وحتى الآن دخلتي في وقت الرقية أتكلم معك ما عندي مشكل. المهم هو أن يستنير العقل حتى فهم الحالة. الحالة إذا كان حسد يفعل أكثر من هذا الشيء اللي عندك حتى تغلقي باب السحر. الحسد يفعل أكثر من هذا أختي، وأنت دليل، أنت تشعري بألم في الحسد ونوم وثقل في الحسد وحركة أثناء الحسد، حركة ما تحكمين في هذه. خلاص إذا ماذا عليك؟ أن المعالج هو اللي يعرف ما يصلح لك بعد الله عز وجل، فلا بد أن ما يقول لك تفعليه، فقط أعطيه وقت وأعطيه يعني ما تضيق على المعالج، لا بد، لأن في حالات كثيرة وحتى أنت تستفيدي. لكن أنا ما أبخل، لما تدخلي أنا أكثر من ساعة ما أبخل عليك صح؟ فلا بد بقي شيء حتى أنا أرتاح نفسيا، وحتى في ناحية الفهم والعلم أغلق على على أم على علي باب هل هناك شيطان. فإذا أجعل لك حصة مطولة خاصة بالشيطان بأنواعه، فهمت كيف يدخل؟ فتكون هذه الرقية مطولة كما جعلنا أهل العين والحسد، تكون إن شاء الله رقية خاصة به، ورقيتك هذه مسجلة صوتا حتى ترجع إليها، كانت طويلة فيها جميع الحيتيات مفهوم. فأنا أعمل لك إن شاء الله رقية خاصة بالشيطان وأسجلها وتأخذ معك، حتى إذا كان إن شاء الله تعالى الظهر أو تكلم ويكون معك، حتى هذا ابنك يكون معك ويفهم ويرى كل شيء على العين، كما رأت أختك حركة اليد، حنا نتكلم أشياء واضحة، ما نقول لك عندك أشياء ما تظهر، هذا ليس رجما بالغيب، أشياء حقيقية إما بالأعراض وإما بالأشياء التي تتألمي فيها أثناء الرقية أو بتكلم الجني، فهمت قصدي؟ إذا جعلي حصة، طولي علي بالك إن شاء الله حصة خاصة بالشيطان حتى نغلق هذا الملف، إما أن هناك شيطان أو أقول لك ركزي على الحسد، وبالتركيز على الحسد تظهر خبايا. أنا لا أخفي قد يكون عندك شيطان، قد يكون، لهذا قلت لك نركز على أمر رقية خاصة بالشيطان. فالشيطان قد يكون خادم سحر شيطان، وقد يكون خادم عين وحسد شيطان. وعندما نؤكد على نعم دقيقة، فعندما نؤكد على العين والحسد دون الشيطان، اسمعيني، دون الشيطان هو يتناسى، عنده قوة جلد أن يصبر في الجسد، فهميني، ولهذا تتربي على كثرة الرقات، فهمتي؟ إذا لأن الإنسان تكون عنده حالته مستعصية ومعقدة، لابد أن يكون عن طول نفس في الرقية في التشخيص قبل العلاج. يعني ربما يكون عندك أنت فعلا حسد تأكدنا منه، قد يكون خادم الحسد شيطان قوي جدا، فلابد أن دائما نكرر على نركز على الحسد مع الشيطان حتى يظهر، تصير أمرين. أو ربما يظهر شيطان فحينما يتكلم ما يظهر شيطان ونعرف كيف نؤكد مع آية السحر والحسد والأدعية، نعرف نوع الشيطان لماذا تلبس، هل من عشق، هل من أذية، هل من تسليط، هل من ساحر، نوع السحر. فلما نرى التحرك نبدأ ندون، ثم نأتي إلى نقطة ضعف حينها يظهر ويتكلم. الأمر ليس سهل، الأشياء هكذا منهجة. لو كنت أخذت هذا الطريق مع أي معالج ما وصلت إلى هذه السنوات في العلاج وإلى هذا العدد من الرقات، صح ولا لا؟ لكن لابد من المنهجية كالطبيب، هذا هو اللي نتبعه مع الناس. هنا بعض الناس أعطيه فقط جلسة وقوله إذا أسبوعين ثم أرجع إلي، والله العظيم أقسم بالله يرجع يقول لك خلاص انتهى الأمر. ليش؟ لأن في حتى الشيطان نفسيا يتعذب، يقول لك لا زال هناك طريق بين المريض والمعالج، إذا ما انقطعت في حصة أو حصتين، تقول لك لابد سوف يعود الرجوع إليه، وهذه أمور تغيب على الناس، لابد أن تفهم. والله أتكلم معك بصدق أقسم بالله، فهمت ولا لا؟ فلا بد هذه. أما أنا ما أبخل عليك، لا عنك أنت ولا عن أي إنسان، نحن كنا مسلمين وإخوة أقسم بالله، فهمت ولا لا؟ فقط أعطيني وقت وأنا ما أبخل عليك. إذا كان شيطان يظهر، أما الحسد فقد ظهر خادمه وظهرت أعراضه، إذا نؤكد عليه. أنا أؤكد على الشيء الموجود ونبحث عن الشيء الغير الموجود فنضمن. بس يا خبر بعلك شنو هذا؟ يجيني ناس زارين حتى بيتي، يجوني ناس ما أقدر أستقبل، مدوف يجيني. أي الحسد أختي، مشكلتك لو أن كل، اسمع عذرا أتكلم معك بصدق، لو أنك هالأربعين راقي كل راقي عندك وقت مكاد ينصحك ويوجهك ويبين لك، كانت عندك معلومة كبيرة حول العين وحسد السحر، صح ولا لا؟
لكن تذهبي عند رقيقي خروج دخل واحد ثاني لا خطأ، لأن الحسد يفعل كل هذه الأشياء، بل الحسد يقتل يغير المنهجية. قد يكون الإنسان جالس هكذا وأقسم بالله يغمى عليه، يغمى عليه كأن شحنة كهربائية عنده بعينه بحسد، يغمى عليه. يكون في سعادة فجأة يضيق، يحب أنه يصرخ ويغضب ويكون بعيد عن الناس، فجأة تغير في الطباع وفي السلوك، يكون مشرق وجهه مشرق أحيان، وأحيان يشوف وجهه ظلمة سواد، مفهوم؟ أحيانا عنده فصاحة، عنده تعثم في الكلام، ما يستقيم في الكلام، لأنه تغير كل شيء. أنا عندي هذا الشيء. ونعم أحيانا يقبل على الناس في الجماعة والمناسبات، أحيانا ما يحب يذهب ولا شيء، يبقى منعزل. هذه كل سنين مختلط مع الناس، 9 سنين والله مختلط مع الناس شيخ، ما من بيت يصل. أفهمك أنا والله، أقدر ظروفك وأقدر الظروف التي كان فيها الزوج وكيف توفي، وأقدر المرض الخفي التي استعصحت على الطب بالحسد الصعصي وبالسحر الصعصي وبالجاني الصعصي، لأننا الأشياء نعيشها يوميا. فنتكلم معك من باب النصح لله عز وجل. أول شيء ارفقي بنفسك وارتاحي وسلم الأمر لله عز وجل، واجعل الأمور تذهب خطوة خطوة. من استعجل الشيء قبل أوانه يبتلي بحرمانه. فقد ظهر الآن سواء خادم الحسد الذي أشار بالأصابع أو يعني الأعراض هذه الواضحة، نؤكد عليها وأكدنا على السحر، الحمد لله غير موجود، لأن كانت أكثر من ساعة بالسحر لو ظهر. لكن إذا كان جن شيطان، لو كان شيطان إن شاء الله غدا نجعلها حصة خاصة بالشيطان، إذا ظهر بإذن الله أو بعد غد إذا كان شيطان خلاص أبشري، حين أقول لك تعالي فلانة الأمر ينحصر في حسد بشيطان، فلا بد أن أسلك كيت وكيت وكيت، مفهوم؟ أنا أعطيك منهجية. ارتاحي، أتيتي عندنا أي أتيتي بنية وبصدق، خلاص فوضي أمرك لله عز وجل، مفهوم؟ تبعي خطوط اللي أقول لك عليها. الآن تكون عندنا جلسة خاصة بالشيطان، هي مربط الفرس، منها نعرف إيش يصير في الجسد. تفضل. لو تكون بكرة أحسن. أنا ما أبخل عليك، ولو لو استطاعوا انه يلغوا موعد من المواعيد هذه الان، حتى لو وقت متاخر مو مشكله. المشكله في صوتي الجهد. الله يعني عندهم ظروف، عندهم ظروف. الله صوتي، انتم تسمعوا كيف اقرا يعني بقوه وطول وكذا، انسى نفسي يعني. انا ما ابخل عليك، انا ممكن شيء واحد اوعدك به، وعد مني، ان الحالات اللي في المغرب، وهذا امر عادي نفعله، نتصل عليهم، انا امر مني اطلبهم، أن الحالات اللي في المغرب يقول لهم الشيخ، نعرف الحالة اللي تتفاهم، نعرف الأسامي الحالة اللي تتفاهم، أو الحالة اللي عندها أول حصة، ممكن عندها أول حصة ما تبدأ اليوم، تبدأ بعدين بكرة، واللي عنده الأفضل أنه يتمم. قل مثلا الشيخ عنده حالة مضطر أنه يتمم مع العلاج وكذا وكذا وكذا، فلما يسمعوا مني الناس يتقدروا صراحة، فممكن غدا ان شاء الله عز وجل. مو مشكله شيخ، انا وين عندك مشكله؟ استمر، انت تقولي روح خلاص اجل. وكره نفس الشيء، اذا ظهر الشيطان لابد انك تستمري، او على الاقل انا اقول لك من باب الامان، اما انك تستمري او اعطيك البرنامج لتسيري عليه، اذا يسر الله انك تاتي، او انك تغضبي مع شيخ اخر، على الاقل تذهبي وان الكشف واضح، العله التي عندك عرفت صح، لانه يحتاج اذا ظهر شيطان سوف يحتاج منك اسبوع. اي نعم، اذا ظهر شيطان يحتاج اسبوع، هذا اذا وجدنا الجلسات بشكل يومي، لان في موعد للناس منذ شهور. والله انا اتكلم معك الامور واضحه، فهمت؟ اذا انسى كل هذه العراقيل حتى ما تفقد ذهني هناك. غدا ابشري، غدا ان شاء الله انا اتكلم معه، الان نوجد حصه، فنجعلها ان شاء الله خاصه بالشيطان ونسجلها واعطيها لك، وان شاء الله اتمنى ان يظهر فيها ان شاء الله عز وجل. خلاص لا ما تبكي ان شاء الله، ادعي معي اسالك الدعاء ان شاء الله، وانظري حتى ان قدر الله ما كان شيطان، فلا بد انك تاكدي على علاج الحسد، لان الحسد اصابك انت والزوج، لان انا اتكلم عن شيء اللي ظاهر باليدي اللي رايته، هذا الحركه وكذا ظهرت في الحسد. اذا كفلانه ام فلان عندها يسالوني عندها كذا بناء عن كذا وكذا وكذا، اما الاشياء رجمان بالغيب التي لا ما عرفتها بعد، ما اعرفها بعد، سحر ما عندها، حسد موجود في تلبس فيه. إذا لابد أول حصة ظهر في هذا، عملنا حصة واحدة والحسد وظهر الموجود بالحسد، فتتم العلاج. قد يتكلم وتتفاجئين بحقائق أخرى، أو ربما الحسد وحده إذا وقف تفاجئين بأشياء أخرى، فهمت؟ لكن حتى يطيب نفسك وحتى أنا أرتاح ما أخسر شيء إن شاء الله، هذا بحث وعلم إن شاء الله، نسأل الله يزيدنا علما. أنا سوف أخصص لك إن شاء الله رقية خاصة في الشيطان، فهمت؟ غدا إن شاء الله أبشري.
ماشي ماشي مشكلة. لا مش ادعي معي ان شاء الله. بكره موعد ها؟ بكره موعد ان شاء الله. باذن الله نتكلم معاهم الان باذن الله ماشي مشكلة. ابشر انا اتكلم معاهم الان والله الان سوف يلغوا موعد صراحة. والناس حتى هم ينتظرون موعدهم بفارغ الصبر لان كل واحد ما يعرف قدر المرض الا المريض. ولو احنا نعيش معهم ونتألم لكن الذي مريض يتألم اكثر. صراحة نفسيا وكل شيء. نعم. هذه من العين والحسد. أنت لابد على أنك تفعلي حجامة، لابد من الاستفراغ، لابد من إكثار من الدهان، لابد من إكثار أكثر أكثر من قراءة القرآن سواء خاصة المعوذات، معوذات بشكل كبير وتقرأ عليك وتسمعيها لساعات لأنك أنا قوة سمية نفذت في الجسد لسنين فكانت تحكمت في جسد. يكون ثقل وارتخاء وخمول وكسل وضيق ونفر وعدم سعادة وعدم انشراح. هذا بحقد وحسد، حسد وأعين كثيرة، فهمت ولا لا؟ فلا بد أن يزال بهذه الأشياء برنامج. شنو علاج الحسد؟ العلاج رقية تكون هكذا مطولة، ومثلا الرقية الخاصة بك أنت التي أصابتك في أشياء تسجل أن تسمعي في الأشياء التي لها علاقة بك أنت، فهمت ولا لا؟ فخلاص إن شاء الله بكرة نركز على رقية الشيطان وبعد ذلك بإذن الله عز وجل نتمم علاج الحسد. خلاص يخلي الواحد انا مو قاعد شنو يعني. كيف اختي هذه اللي معي تنام قاعد على طول تنام دائما. ايوه اذا لستي انت المريضه العائله كلها مريضه ادري كلهم مريضه. ايوه نفس المشكله عندكم حسد نفس الشيء. وكانت معك البارح صح؟ بس اليوم كانت بالخارج. لما كانت بالخارج وكانت تسمع اية السيحة تاثرت نايمه اصلا ما درت نايمه حسد. لا مو نوم من الجن هذه إغفاء تأخذ الإنسان كأنه ينام. كان فرق بين إغفاء كان الجن يتحكم فيك وينام حتى ما يسمع الذي كنت فيها أنت من الجن منك أنت لأن لما كنا نقرأ كنت أنت كأن غفوة تأخذك نوم مفهوم خفيف أي أو دوران. نعم ليس استحواذ الجني وإنما هذه كأن الشحنة في الجسد كانت تفاعل مع الرقية خاصة في الحسد. وكيف الحسد كان الأمر عندك أكثر لأنك كان شيء غيبوبة والحركة واليد تقوم بها وحدها مفهوم كانوا استحواذ لما يتلبس بالجسد عن طريق الحسد. كيف؟ ريه البنتي شافت وسأل كانت ما فهمت هاي ريه البنتي بنتي رأيت رؤيا يعني شو ما بنتها؟ شافت رؤيا أي ما هي؟ هي ختمت المصحف شافت تقرأ مصحف ختمت تقول با أطلب ربي يبين لي شنو فمه يعني أيوة يعني وسهر على ختمت الساعة 3 بالليل أيوة ختمت المصحف كله ما شاء الله ما شاء الله تقول عقب غفيت شوي تقول جاني رجال لابس غترة دشداشة بيضة ما شاء الله وقومني قال قومي ما شاء الله تقول ورحت للبيت جدة السعودية بيت أمي أيوة تقول طلعنا مع الباب اللي خارج يعني أيوة الحريم. أيوة وقال لي يمشي مني يمشي تقول أنا كل ما يشرد يمشي وراه تقول يمشي تقول يوم جيت عند الباب تقول قال حفري تقول قال ماذا؟ يقول حفري يعني تحت يحفري بالأرضي تقول أنا الثاني زحيت الطوف زح بيديني تقول قعدت أحفر تقول قلت شان بيل الصندوق ظهر صندوق أيوة صندوق يقول لي الرجال موجود في السحر يقول موجود موجود الرجال يقول موجود أيوة تقول أحفر تقول صحيت ما طلعت يعني ما طلعت ما طلعت شيء بس تقول مسحت الصندوق يعني الرمل مسحت اللي فوق أيوة شفت الصندوق تقول أيوة متى كانت هذه الرؤية يعني قبل 7 شهور أيوة ممكن يكون أنه فعلا أنا أشرحك شيء ممكن فعلا يكون هذا السحر كان موجود وبفضل الله تعالى أبطل مفهوم هذا وجه في الرؤية وجه شلون يبطل وما يطلع شيخ ما يطلع من الأرض يبطل أنا أقول لك شيء يأتي ناس عندنا مثلا في الرؤية يقول لك أني حلمت على أنني مثلا جني يقرأ أو إنسان يقرأ علي كذا أو أنا مثلا في صورتي أقرأ عليه صورة كذا وكذا فيشفى بإذن الله عز وجل يأتي ما عنده شيء أو يرى كأن السحر مثلا أبطل في مكان يأتي ما عنده شيء هذه حصلت أو أحيانا تكون كدلالة يقول مثلا اذهب عند الشيخ وقل له يقرأ عليك كذا أو كأني أقرأ عليه بصوتي كذا أو كأن شخص يقرأ عليه كذا فيأتي يقول لي رأيت رؤية أني هذه آية تقرأ علي أقرأ عليه فيكون فيها الشفاء أو يقول لي مثلا رأيت نفسي أني أحفر في مكان فلاني أو أستخرج كذا فيعطيني إشارة على نوع السحر مثلا هذه لما نأتي للشيطان سوف نؤكد على الشيطان ليحرس السحر المدفون المحروس بصندوق أو تحت الأعتاب والأبواب فهمتي؟ هذه إشارات لهذا قلت لك قبل قليل قلت لك أي حلم أو رؤية لها علاقة بك تكتبيها أو توصي بها ابنك حتى يخبرني بها حتى ما تنسي هذا شيء لها علاقة الرحمن سبحانه لأنه الرحمن الرأي هذا من الرحمن من كيف؟ يعني خاتم المصحف ما شاء الله آه مش قد نعم لا هذه تكون إن شاء الله رؤية خير إما أنه أبطل وأزيل نعم ولو لم تحصل عليه
يبطل بإذن الله تعالى، كأنه بشرى من الله عز وجل، كأن سحركم الذي كان موصول لكم في كذا خلاص أزلتم عليه الغبار وقد ذهب للحالي. وقد تكون لها علامة على أن سحركم موجود مثلا في ذاك المكان حقيقي فذهب إليه، مفهوم؟ فنحن نؤكد عليها في الرقية، فإذا اتضح حقيقة فعليكم إلا أن تذهبوا تخرجوا، فهمت ولا لا؟ فهذه كلها ندندن حولها إن شاء الله، ما نخسر شيء. على الشيخ على الشجر، كانت في الشجرة على الباب هذا قبل اللي حلمت فيه شجرة. قلتي شجرة. شجرة، وبعدين الشجرة هذه دايم واحد من إخواني وكان متزوج بس وضع مو طبيعي. شجرة وش هل الشجرة مدفون تحتها؟ قالوا لي تحت الشجرة، بس البنت شافت تحت الشجرة الحين زالوا حطوا بواب السيارات كذا. بس أخوي قبل دايم تخانق هو ما عنده شجرة، يجي يدعمه بالسيارة. بالسيارة. دائما هناك يوقع مشاكل عندها. أي دايم مشاكل عندها. أيوة خلاص هذه الأشياء لي. غفر الله لك. طيب هذه الأشياء ليه مش تحكيها في الأول؟ أشياء كثيرة شيخ، عندنا أشياء مصايد. لا 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 لا، أنا اسمحيني، أشياء كثيرة تكتب في ورقة، أنت أتيتي قطعتي أميال، فلا بد أنك تأتي بتقوية بتشخيص دقيق. إن شاء الله فهمت. لا طيب تأتي بتشخيص طويل حتى نحقق فيه وندق إن شاء الله تعالى، ونأتي إلى العلة، لأن هذه تأتي بهكذا بالأسئلة، لولا ما ذهبنا في الأسئلة والأجب هكذا ما نصل إلى شيء، نقرأ ثم تذهب. إذن عوض الأربع راقي سوف تصل إلى 400 راقي ولا شيء، فهمت؟ فلا بد هكذا. ما فهمت. فأبشري الآن إن شاء الله هذه أشياء أؤكد عليها مع سحر الشيطان أو خادم الشيطان، فهمت ولا لا؟ وإن شاء الله إن ظهرت الأعراض وهذه الأشياء فهمت ولا لا، نؤكد عليه وأقول لك الوقت بإذن الله عز وجل. ما كانت الحسد يظهر لنا ما خفي، لنا كأننا نستحكم بشيء موجود نعرفه، فهمت ولا لا؟ فأبشري بالخير إن شاء الله. ما في مشكلة، ما في مشكلة. آمين وإياكم إن شاء الله.